ننتقل إلى موفدة الإخبارية غيداء زيفة لنقل وقائع مؤتمر العلمي الدولي الثاني للتخطيط المكاني الذكي والبيانات وإدارة البيانات العمرانية. صباح الخير. صباح الخير غيداء. يسعد صباحكم على هواء الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم متواجدين في قاعة رضا سعيد في دمشق لنقل أعمال المؤتمر الدولي العلمي الثاني بعنوان التخطيط المكاني الذكي ودور البيانات العمرانية. الافتتاح الرسمي طبعا سيكون في تمام الساعة الثانية ظهرا، ولكن يسبق الافتتاح محاضرات تحضيرية لأعمال المؤتمر من قبل باحثين عرب وأجانب من إيطاليا والأردن وسوريا والعراق. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك عرض لمجموعة من الباحثين لأبحاثهم العلمية البحثية التي سيتم تطبيقها بداية في محافظة دمشق من خلال مشروعي دمشق الكبير 2040، والمشروع الثاني هو مشروع أحياء نهر بردة. بالإضافة إلى ذلك هناك عرض تقديمي لمشاريع التي قام بها المعهد العالي للتخطيط الإقليمي. للحديث أكثر معنا عميدة المعهد الدكتورة ريدا ديب. أهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا فيكم، ومنرحب فيكم بمؤتمرنا التخطيط المكاني الذكي ودور البيانات العمرانية. بداية تحكينا عن المشاريع التي سيصار إلى تقديمها من خلال العرض التقديمي. تسمحي لي بالبداية أني أتشكر راعي المؤتمر رئيس مكتب التعليم العالي في القيادة المركزية رفيق الدكتور محسن بلال. أتشكر جميع الداعمين لهذا المؤتمر، وأتشكر أيضا رئيس جامعتنا الدكتور محمد أسامة الجبان. الحقيقة هذا المؤتمر جاء احتياج حقيقي للمرحلة التي تمر بها سوريا اليوم، وأيضا هو احتياج لمتطلبات التنمية المستدامة التي تطلقها حاليا المنظمات العالمية باتجاه مدن خضراء وباتجاه مدن أكثر بيئية. الحقيقة العمل في مجال التخطيط يستدعي الانتباه إلى ضرورة أن تكون البيانات التي نعمل بها هي بيانات متشابكة ومعقدة، وهنا كان لابد من التوجه نحو فكر التخطيط الذكي للتعامل وإيجاد الحلول في كيفية التعامل مع هذه البيانات. وهنا جاءت المحاور البحثية التي تقاطعت مع مستويات التخطيطية من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي إلى المستوى المحلي، لتنسج هذه المحاور وفق متطلبات المكان. يعني بالنسبة لنا المتطلب الإقليمي هو موارد طبيعية، وهو أيضا مياه، هو أراضي زراعية، هو موارد الأرض كلياتها حتى بما فيها المناخ. وأيضا بالنسبة لنا على المستوى المحلي هناك المدن المستدامة والمدن الذكية وغيرها من المتطلبات المرادفة لهذه المحاور. وهكذا جاءت. ما المقصود بالمدن الذكية؟ المدن الذكية هو تعبير بسيط ولكنه معقد بآن واحد. الحقيقة الأبحاث التي جاءت من قبل الباحثين كلياتها بحثت في خصوصيات المدن الذكية، فهذا التعريف هو تعريف متشابك. الذكاء هو ليس مبني على التحول الرقمي ويحتاج إلى بنى تحتية، ولكي تكون مدننا قابلة للإدارة والتنبؤ المستقبلي بالتغيرات التي تطرأ عليها والاستشراف للحلول، علينا أن نكون نتوجه إلى المدن الذكية. إذن هي عبارة عن إدارة ذكية لبيانات المدن ولسلوكيات هذه المدينة ورصد المتغيرات المعقدة فيها وإيجاد وتنبؤ واستشراف حلول لها بما بوفق الإمكانيات المتاحة الموجودة والمتوفرة ووفق الخصوصية الاجتماعية لهذه المدن. كما علمنا أن هناك سيكون عرض لمجموعة من الأبحاث سوريين وعرب وأجانب أيضا، وسيتم اختيار بحث من هذه الأبحاث للفوز على ما يبدو. معايير اختيار البحث المصار إلى لنيله الجائزة؟ هلا الحقيقة الأبحاث بعد قراءتها هي أبحاث مهمة جدا،
وهي جاءت متنوعة وغنية بالموارد الطبيعية، بالمياه، بحصاد الأمطار، بالتجهيزات الاستطلاع وللرصد، تقنيات حديثة جدا. يعني احترنا لمن ممكن أن تكون هذه الجائزة. الحقيقة الكل يستحق الجائزة، فما بعرف إذا نحن بالأخير رح يكون في تكريم للباحثين جميعهم. يعني الحقيقة لأنه كل واحد هو أبدع بمجال تقديمه، فوالله أنا شعرت أنه الجميع يستحق هذه الجائزة. قد ألغي هذه الفقرة ونوزع الهدايا على الجميع. شكرا لك. أهلا وسهلا. نعم، بالعودة إليكم زملائنا بالاستديو، المؤتمر ننوه أنه لمدة 3 أيام، وغدا سيكون يوم حافل لأنه سيكون هناك توقيع لاتفاقية تعاون وتبادل الخبرات بين محافظة دمشق والحديقة الوطنية الإيطالية لامبيلا، والتعاون على وضع نهر بردة على لائحة التراث الطبيعي على اليونسكو، بالإضافة إلى دراسة اتفاقيات لجامعة دمشق مع مجموعة من الجامعات الأوروبية والعربية التي يمثلها الباحثون القادمون من هذه الدول. عودة إليكم زملائنا في الاستديو.